اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من ضواحي مدينة الدار البيضاء. جينا عند هذه المهمة المكلومة اللي كتعاني بمرض القلب وتبوشاو لها حتى العروق اللي فرج ليها. لحد الان غادي مزيانين، الابنة ديالها هزاتها باش داها السبيطار، لانها تتفاجأ انها كتدخل السبيطار ميريزكو ما كيقبلوهاش، حق قال الله يسعامرين كديها للسبيطار اللي تابع على سيني سيسا، هو نفس المشكل. الطبيب شافها قال لها راه الحاله ديالها ايرج، خصها تدخل الانعاش، راه عندها ضيق في التنفس، عندها زيرو، وباش يكتب لها ورقه بانها خصها تدخل. وملي كتبغي تدخل تما تيقول لها راه البلايص عامرين عندنا هنايا. نقربكم من القصه باش نعرفوا هذه المعاناه اللي عاشت هذه الابنه مع الام ديالها. السلام عليكم. السلام اخويا. شنو وقع لمي؟ خويا امي مريضه مهلوكه، ما خليت فين جريت بيها، ما خليت فين مشيت، مشيت لميريزكو. عندها القلب، عندها القلب ورجيلات منفوخين فرقعين بحال خاوي على المرقاطه في رجليها، كلهم طيبين بحال محروقين، كيدوزوا بالماء. كنحيدوا مانطا كتعمر الماء، كنحيدوا مانطا اخرى كتعمر ماء، كل مره نحيدوا مانطا بمانطا. شويه ديتها لميريزكو، الوقت اللي ديتها لميريزكو نعسوها يومين في الانعاش، فهمتي؟ بعد نعسوها في الانعاش قالوا لي ضروري خاصك تمشي دير التحليلات. مشيت درت التحليلات ب 13000 تم عندهم، جبت تحليلات شافوهم. عندها الراميد ديالها؟ لا ما عندهاش الراميد، عندها لا سينيسيس. شويه هما يقولوا لي الناس علاش بعد ما نعسوهاش في ميريزكو، قالوا لي الناس علاش ما ديهاش، عندها ورقات ديال الضمان الاجتماعي اللي كاين في قطاع ود عيشه. ديت الضمان الاجتماعي في قطاع ود عيشه، دوزت ليها ثاني شويه، قال لي السيد ضروري خاصها عند دكتور بلا ما نذكر الاسم ديالو، الله يعمر ليه الدار في الضمان الاجتماعي، الله يعمرها دار ما نكذبش. قال لي هذه المراه خاصها ضروري ديري ليا الراديو ديال الرجلين. مشيت اخويا ديت لها، درت لها الراديو ديال، درت لها الراديو ديال الرجلين. خويا ما عقلتش واش 14 ديما مكاينه 14 اه بحال هكا. درت لها الراديو قال لي راه عندها العروق ديال الرجلين بوشين من القلب، راه عندها مرض، عندها مرض خايب في الدم ديالها، وعندها القلب راه عيان، والاكسجين ديالها راه ما عندهاش صفر صفر. قال لي اختي ولكن دابا قال لي خاصها تكون ايرجو، هاي كتب لي ورقه، وكتب لي ورقه ايرجو هاي تماك في الضمان الاجتماعي. مشيت بغيت نعسها قالوا لي ما كاينش والو، ما كاينش حتى بلاصه، ما كاين حتى بلاصه. قال لي اه شويه خويا بديت كنطلب فيهم، كنبكي كنقول لمراه امي هذه كيمكم كيموت هذا كيموت هذا كيموت هذه. قال لي اختي راه ما كاين حتى شي بلاصه، سير دير قطع ود عيشه هذاك الزراوي. مشيت ثاني ديتها الزراوي، مشيت في الليل ديتها ثاني الزراوي. قالوا لي قال لي هاد الناس ديال ضرب فاش كتحولها؟ كان طاكسي يعني ما تجيبي، ما تجيش لها اسعاف، كتحولها في طاكسي. ما عنديش اخويا، كون عندي كون ديتها امي احسن، كلينيك نديها ما نبانش انا كاع في الشو تيفي، كون عندي شي مدخول من يعني هزيت يديا يعني الله غالب. هادشي اللي غنقول اخويا اه الله غالب، حق الله العظيم الناس يشراو لي الدواء لامي دابا باش كندوز ليها باش كتشرب الدواء. المهم اخويا هي هذيك ديتها لذاك الزراوي، قال لي حنا مالنا صحاب درب غلف عبر كانوا يصيفطوا لينا في هادشي، حنا ما عندناش هادشي، هادشي ماشي خصوصا ديالنا. صيفطني ثاني بديت كنطلب فيه، تكيت لي على جلي قلت لها العار اخويا اعتق لي امي اختي هادشي، سيري رجع ثاني للضمان الاجتماعي. رجعت ثاني في نفس ديك الليله، رجعت ثاني للضمان الاجتماعي قال لي اختي راه ما كاين حتى شي بلاصه. هادشي كامل راه ما داروا السيده والو، ديها جيبيها ما كاينش، وتقول وما كاينش اللي يديها فيك، اللي مشيتي عنده يخزر فيك تخلعي منه، اللي مشيتي عنده تبغي تدوي معاه وليت نتخلع انا مع من غندوي، الطب ولي خلعوني، الفرمليات ولي خلعوني، كلشي ولي كيخلعني تم اللي مشيت عندهم. اليوم في الصباح ثاني، على اليوم في الصباح مشيت قلت لامي شوف امي يمسي بلا ما تمشي معايا، بدات تمحني معايا في الطريق وداك الشيء، خليني نمشي انا راسي. مشيت ركبت في الطوبيس مشيت، كنت فاجئ بغيت ندخل الاداره، قلت لهم دخلوني عند السيده اللي في الاداره اللي مكلفه، يعني عيت ما نطلب كيقول لي بلاصه عامره، قلت اللهم نمشي للاداره نشوف شنو كاين. مشيت اخويا للاداره بغيت ندخل عند السيده، ما خلونيش ندخل عندها، كنغوص كنهضر جات لي باش تسمعني المراه اللي في الاداره، كيقول لي شوفي اختي راه ما كايناش البلاصه،
واش قالت لي شوفي الثلاجه، قالت لي الا عندكم في داركم كانت عامره غتزيدي على شي حاجه. احنا ولينا في الثلاجه. اه نعم. قلت لها اختي واش المراه كتموت بعرق بعرق وكتقولي لي وكتقولي لي واش ثلاجتكم عامره ما تزيدي على شي حاجه. والسيد الطبيب الدكتور قال لي اختي هاد المراه خاصها تنعس، راه ممنوع تبقى باركه. وانا خويا جيت للدار ما عنديش، كنطلب مشي محسن واش شي واحد يشوف لي فميمتي، يحسبها مو يحسبها خسو يحسبها اللي بها. راني عييت، انا اللي طبت وعييت، انا جبتها دابا وخليتها هنا، انا طبت ما عنديش. الولاد ديال قطع ولاد عائشه لا حتى شي واحد، كلهم حتى واحد ما شاف فيا. وديتها ثاني قال لي واحد السيد يلاه طلبوا منك راديوات وتحاليل صافي كنديرهم كنخلص كنخرج صافي كندير كنخلص كنخرج صافي. مشيت ثاني لواحد الكلينيك قال لي سيري ديك الكلينيك ديال المدينه، مشيت عندهم قالت خاصك تحطي مليون وشيك. مشى معايا حيت السيد ما فهمتوش، انا داك السيد كيدير وراو لي شي ناس ما فهمتوش كاع كيفاش داير، كيدوي مع الطبيبه وكيضحك معاهم داكشي بيناتهم. قال لي قالت لي غتحطي مليون. علاش مشى معاك هو على اساس زعما باش راه كاينه بلاصه فين تنعس فهمتي؟ راه بلا ما يمشي معاك الا جبتي المليون والشيك راه غادي يدخل. اه مشى معايا، مشى كيعرفوه كلهم كيسلموا عليه. قال لي هانتي، قال لي شوفي مع الطبيبه. بعد دخلت على الطبيبه قالت لي الطبيبه بخير هادي، قلت هادي باينه بنت الناس شويه. قالت لي شوفي اختي ضروري غتحطي شيك ومليون، وما عندناش حنا داكشي ديال هادشي ديال لاسينيسيس هادشي. صافي كملتها في قلبي اخويا وهوت وجبتها. قلت لها امي لينا الله انا وياك هادشي اللي كاين اخويا. راه ما كيدوزو من فوقين. قلت لك اخويا فحال خاوي عليهم المرقاطة. اه الدراري شراو لينا عاد الدراري ولا الدرب. خرجوا لي الطبيب. اه دكتور. ولكن هو هاد الدواء قال لك واش غينفع دابا ولا خاصها ضروري تدخل؟ قال لك هاد الدواء وخاصها ضروري تدخل ايرجو. هاد المرة خاصها ضروري عندها الاكسجين ما كاينش ناشفة، ويومين وهي في الانعاش في ميريزكو وخرجوها ليا. ما قالش ديري لها اكسجين في الدار خدي لها ديك لاباراي ديال الاكسجين؟ قالوا لي تاخذي لها لاباراي. مشيت سولت اخويا لاباراي قال لي 170000. ما عنديش. دابا هي الا سولت الا مشيتي على الطبيب قلتي لي واش نديروا لها لاباراي في الدار وقال لك مزيانه، تعاودي تاكدي نشوفوا كيفاش نديروا لها لاباراي. لا ضروري خاصها تشي ايرجا، خاصها تنعس ضروري، خاصها العنايه حيت انا ما غاديش تعرفي اش ندير. نعم اخويا خاصها هذيك العنايه المركزه ضروري، لان قال لك عندها الدم خيام. دابا هما تيقول لك يديها دابا غادي يتفكوا منك ما كاين والو. لا اله الا الله هادشي اللي كاين اخويا. انا طبت اخويا ما بقيت نعرف حتى شي حاجه صافي، عييت اخويا ما نكذبش. حالتك ديالها مسكينه، انا ما نقول لك راه ما كنعسوش، النعمه ما كناكلوهاش معاها قسما بالله ما كتاكلش داكشي اللي كنديروا لها مسكينه كتردو. المره اللي فاتت لقيناها صحيحه، كانت شويه مسكينه كانت شويه، دابا صافي كاينش اخويا. شنو غديري دابا؟ اش غندير؟ انا كنطلب الله والمحسنين اخوتي، راني مواطنه بنتكم. شوفوا في هاد الميمه حسبوا ميمتكم، عاونوني وقفوا معايا، نعسوا لي امي في السبيطار، ما بغيت منكم حتى حاجه، حتى حاجه ما تعطوا لي الزوج تكلفوا بها، ديروا فيها اللي بغيتوا. انا صافي نهزيت يديا. دابا كتشوفي فيها مسكينه كنشوف، راه انا اللي كنموت، راه انا اللي كنموت. صابره مسكينه. اه صابره مسكينه، ولا جيتي حدا كتغوت كتخاف كتعقرها. عطيها الميكرو. هاك امي، هاك امي. صافي ما عندي ما غنقول، وما بقيت تا الصوت ديالي بعد داروا لك شي الصوت ديالي تبدل. المهمتي باش كتحسي؟ بقيت كنت عزيز وكلشي دايرني، كلشي كيفاش شنو بغيتي يا ميمتي؟ كلشي دايرني في ميمتي. شنو بغيتي يا ميمتي؟ وانا يا وليدي الحمد لله. حسبي الله. صافي. خلوني خلينا نقطع فاطمة. دابا قلت لها نمشيو نرجعو تاني، قلت لها راه غنمشي نجيب الصحافة يوقفوا حدا الباب ديال هذيك. وندي قالت لي لا بنيتي دوك تقول لي شي مرة يقتلوني. اه دوك تقول لي بنيتي شي مرا ها خلينا بنيتي. قالت لي هنا تنموت. ماشي حتى لهاد الدرجه ما تخافيش الموت، غايدير لك الله تاهو ندير. امين اخويا امين. نتمناو دابا شي محسن يجيك. امين هي ولا شي طبيب يشوفنا بحال هكا. الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. اللي بغى يعاون هاد المرا بغى يعاون لي ميمتي بحال عاون ميمتو، الله يفتحها في وجهه. عمر نهار الخايب ما يكون غايب.
حنا ما كناش غنوصل لهذا الشيء ولكن الله غالب. الوقت كدور. صفر ستة، صفر تسعود، صفر ثلاثة، 72، 10. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة بالله العظيم. مشوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في هذه المهمة المكلومة اللي مسكينة ما بقاتش كتقدر تنوض. اش غادي نقول لكم، بنتها كدير السبيطار ميريز تقول لي خصها تدخل. الا ما كنتيش كتعرف حتى شي واحد تما بكينا باك صاحبي راه ما غتدخلش، تيقول لها بلاصه عامره، مشات لبلاصه اخرى ديال التابع راسيني حتى هي نفس المشكل. شنو غيديروا هاد الناس؟ شنو غيديروا؟ هما مشاو لاي بلاصه، كاع البيبان مسدودين. الطبيب خرج لها ورقه تيقول لها الحاله ديالك راه خطيره، خصها تدخل دابا الانعاش. والله ما عرف. كنتمنوا من مشاهدي قناة شوف تي في ويحنن ربي يحنن القلوب في هذه السيدة، ونلقاو شي محسن اللي غي يجي يدي لنا السبيطار. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، إلى حين باشر آخر.